بطلوا رغي بقى، عايز اروح. انتوا ايه ما جوعتوش؟ طارق بيه نورت. عرفت بالصدفة ان النهاردة عيد ميلادك، مش كنت تقول على الاقل كنا هنعمل الواجب ولا نجيب هدية؟ الواجب بتاعك وصل، بس الهدية ناقصة، وانا احب الهدية تبقى كاملة. بقى ده كلام يا باشا، واحد يجيب لك هدية تقول له عايز بقيتها؟ طول ما هي ناقصة هتفضل هدية الا حتة، وانا جيت بنفسي عشان اخد الحته دي. مش واجب برضو اشوف اذن التفتيش؟ يا راجل احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. عموما احنا جايين علشان نشاون المعدات بتاعت المصانع الجديده بتاعتنا، اكيد سعادتك سمعت عنها، الاخبار ماليه الميديا. سمعت عنها فعلا. عارف وانا صغير كان نفسي اطلع مهندس ميكانيكا زي خالي. انا بفهم اصلي قوي في تزييت وتركيب الرمان بلي. أنا بس مش عايز سعادتك تتعب نفسك على الفاضي، وأنا بطبيعتي بحب أساعد، والهدية إذا كانت ناقصة تكمل. إحنا مصلحتنا واحدة. عمري ما كانت مصلحتنا واحدة. ومناسبة إيه؟ أعتبرها صفقة. أنا هساعدك إنك توصل للي أنت عايز توصل له، اللي هو مش أنا. سليم، أنا ما بعملش صفقات مع حد، وأنا ما عنديش مشاكل مع حد، ومش محتاج منك حاجة، وتقدر تعتبر دي كمالة الهدية. على فكرة سليم، أنت ما تفرقش عن اللي أنا بدور عليهم. لا أفرق، وأفرق كتير. أنا راجل باجي وأمشي خفيف خفيف، وكل حاجة عندي خفيف خفيف. كله هيبان. مصر برضو تضيع وقتك. الله يرحمه الباشا والدك كان زيك كده عنيد. انت عايز يا سليم؟ لو ان سعادتك اللي جاي عليا والمفروض انا اللي اسألك السؤال ده، انما انا هجاوبك. انا مش عاوز منك حاجة، ولا انت عاوز مني انا حاجة، بس الظروف مصرة تجمعنا في النقطة دي، عشان كده ممكن تضطر تعتبرني ابن عمك لغاية ما نخلص من الغريب. احنا مش ولاد عم، ولا عمرنا هنكون ولاد عم. فتشت كويس؟ فتشنا يا باشا، ما لقيناش غير دول، فاضل عربيتين دول بس. دي سعادتك طبنجات يحيى وعمار وحربي، وكلها مرخصة، وأنا شخصيا ده المسدس بتاعي وبرضه مرخص يا باشا، أكيد سعادتك عارف. فتش العربيتين. حاضر يا باشا. حلوه الهديه قوي، بس البلالين كانت محتاجه تتنفخ شويه زياده. معلش هناخدها عندنا وننفخها مظبوط. كل سنه وسعادتك طيب يا باشا. انت طيب. دي مش غلطتك، ده غلطتي انا. طول ما احنا مش قادرين نمسك عليك حاجه انت في السليم، بس اكيد هنتقابل قريب. هستناك وانا مش هتاخر عليك. يلا رجعت تركب العربيات. طب عربيات. سلام يا باشا. حلوة منك.
عشان كده أنا جاي في بالي لما العربيات اتبدلت إن ممكن يكون العربيات الجديدة فيها حاجات كتير إلا إن يكون فيها بلالين. كده بقى الصورة وضحت. ملعوبة منك يا سليم يا عطار. اتعلمت يا عاد من خبرة ابوك. بقول لك يا يحيى، شوف انت الرجالة وحضر لي عربية بره، ورايا مشوار مهم لازم اعمله. مشوار يا عمي، ما كل سنة وانت طيب، ده بكرة العيد. وانت طيب يا يحيى، بس ده مشوار شغل لابد منه. طب تحب اجي معاك؟ لا 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 لا، خليك انت عايد واتبسط، بس خلي تليفونك مفتوح. كل سنة وانت طيب يا عمار. انت طيب يا ابويا. كل سنة وانتم طيبين يا رجالة. طيب يا ريس. يلا يا حربي. يعني ايه يا ابني مش راجع؟ ده ولا عيد ليك مع مراتك. نفسي اروح الدار يا يحيى. اخواتي وحشوني. الله براحتكم بقى، انت وابوك هتشلوني. لسه تعبان شويه، ساعات كده من الوقت للتاني الجرح بس بشد عليا. هو انت وحازم لسه ما بتتكلموش؟ مش هنتكلم يا ابن عمي. اللي حصل ما يتنسيش لو بعد سنين. يلا كل سنه وانت طيب. وانت طيب. كان يا مكان، كان في زمان زمان ملك طيب وعادل. في يوم من الأيام زهق من كرسي العرش وقرر أنه يقضي الباقي من عمره وسط ولاده وأحفاده، وجاب أخوه الأمير وقال له هتبقى أنت الملك. بس للأسف كان في ملوك تانيين أشرار. في اليوم اللي قرر إنه يخلي أخوه هو اللي يحكم ما سابوهوش وحاولوا يقتلوه، بس أخوه فداه ومات بداله. من يومها كل حاجة اتغيرت في المملكة، حتى الملك نفسه اتغير. وبعدين جاب ابنه الكبير عشان يخليه هو الملك، بس برضه ملحقش عشان مات هو كمان. قتلوه الأشرار، وإن ساعتها مرات الملك عمالة كل يوم تخسر واحد من ولادها، بس ما يأستش، حاولت تلم اللي باقي منهم حواليها وتحافظ عليهم وتحاول تحميهم وتبعدهم عن الشر. كنت عارفة إنك مش هتسيبنا لوحدنا وهترجع لنا تاني. خلافاتنا حاجة وعداواتنا مع الناس حاجة تانية خالص يا جان هانم، ومن الواضح إن هم هيفضلوا ورانا لحد ما نتجمع ونبقى كلنا مع بعض. صح، هم عارفين إن إحنا لما نتفرق يبقى أسهل ليهم يقضوا علينا، عشان كده رجوعك ده هيخلي اللي باقي من العيلة يقفوا تاني مع بعض. أنا دلوقتي بس نفسي ألاقي أمي عشان ما أخسرش حضنها زي ما خسرت حضن أبويا، وإن شاء الله بعد ما أخلص اللي إحنا فيه هرجع أدور على عيلتي من تاني. احنا عيلتك يا حسن. الو. يا جيهان اسمعيني منير. خير يا سراج؟ نعم. انت لازم تتركي القصر هلا، في ناس بدهم ينهوا حياة عيلة العطارين كلها. ايه؟ انا مش فاهمة ايه اللي انت بتقوله ده، عايز ايه؟ خدي معك اغراضك المهمة، انا طبعا
رح حاول اني احميكي.